الرحمن الرحيم وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا اللهم جري بنے میرا مدفن دیار مدینہ اللہم جو جوڑے پڑھا جانا ہے بسم الله الرحمن الرحيم بالسند المتصل مني إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا إيه بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص الليث يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى من هاجر إليه رواه البخاري مسلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني أصلي رواه ابن ماجه ينزل عيسى ابن مريم الى الارض فيتجوز ويولد له ويمكث 45 سنة ثم يموت فيدفن معه في قبره فاقام على عيسى ابن مريم وعهد بين ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم وذلك لمن الشاهدين اما بعد